السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة فني الإنتاج في التأمين، فني الإنتاج في التأمين. وزي ما احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فني الإنتاج في التأمين، وقلنا إن هو بينقسم إلى بابين. الباب الأولاني بيتكلم عن تدريب وتأهيل المنتجين والوسطاء، والباب الثاني بيتكلم عن تسويق المنتجات التأمينية. طبعا هناخد من الباب الأولاني. الباب الأول طبعا بيتكون من 3 وحدات. الوحدة الأولى بتتكلم عن أهمية المنتجين، والوحدة الثانية بتتكلم عن التشريعات، والوحدة الثالثة بتتكلم عن اللي هي تأهيل المنتجين الجدد. لو احنا نيجي على الشاشة ونشوف مع بعض اهو، الباب الاول بيتكون من 3 وحدات. الوحدة الاولى اهمية المنتجين لشركات التأمين، الوحدة التانية اللي هي التشريعات والقواعد المنظمة لعمل المنتجين، الوحدة التالتة تأهيل المنتجين الجدد. هنمسك اول وحدة اللي هي اهمية المنتجين لشركات التأمين. مين هم القائمين بالانتاج؟ القائمين بالإنتاج هم أعضاء الجهاز الإنتاجي في السوق التأمين، اللي هي بتربطهم علاقة تعاقدية من نوع معين بشركات التأمين وفق لشروط التسجيل في سجل. سجل إيه؟ إحنا عندنا 3 سجلات، اللي هو الوسطاء والمنتجين والسماسرة. يبقى لازم هنا القائمين بالإنتاج هم أعضاء الجهاز الإنتاجي في السوق التأمين، اللي بتربطهم علاقة تعاقدية. لازم هنا تربطهم علاقة إيه؟ تعاقدية. ولازم هنا يكونوا مسجلين في سجل. طب سجل اللي هو ايه؟ الوسطاء، المنتجين، والسماسرة. هنا طبقا لقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981. يبقى هنا نقول مع بعض ان انا هنا القائمين بالإنتاج هم أعضاء الجهاز الإنتاجي في السوق التأمين، ولازم هنا تربطهم علاقة ايه؟ تعاقدية، ولازم يكونوا متسجلين في سجل يا اما الوسطاء او المنتجين او السماسرة، وده طبقا لقانون الاشراف والرقابه رقم 10 سنه 1981. هنا بتتعدد الصور والعلاقات اللي بتربطهم او التي تربط اعضاء الجهاز الانتاجي بالشركات التي يعملون لحسابها. فقط تكون هذه العلاقه في صوره ايه؟ يا اما وكيل عام او وكيل خاص او وسيط او منتج. يبقى هنا الصور والعلاقات بتختلف من علاقة لتانية أو صور مختلفة. عندي اللي هو وكيل عام ووكيل خاص والوسيط واللي هو المنتج. هنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا اللي هما 4 صور، اللي هو الوكيل العام والوكيل الخاص والوسيط والمنتج. هنا الوكيل العام بيبقى ايه؟ او زي ما احنا قلنا القائمين بالانتاج هم اعضاء الجهاز الانتاجي، الاعضاء بجهاز الانتاجي، وطبعا هنا لازم يكون متسجلين في سجل الوسطاء او المنتجين او السماسرة. وقلنا ان هم بياخدوا 4 اشكال، اللي هو الوكيل العام، او 4 صور، اللي هو الوكيل العام والوكيل الخاص والوسيط والمنتجين. هناخد كل واحدة على حدة. يعني ايه الوكيل العام؟ لو احنا شفنا على الشاشة، الوكيل العام هو شخص موكل من الشركة. يبقى هنا الوكيل العام هو بيبقى شخص موكل من الايه؟ من الشركة، وهو بيقوم بالاعمال دي للشركة نفسها. يعني هو مش بعمل تانية خالص، هو الوكيل العام ده بيكون خاص بالشركة دي، بيعمل اللي هو بيبيع الوثائق التأمين. يبقى هنا بيخص الشغل بتاعه او الوثائق دي خاصة بالشركة، ما بيعملش اعمال تانية او مش بيزاول اعمال ايه تانية. ده اللي هو الوكيل الايه؟ الوكيل العام. لو احنا شفنا على الشاشة، هو شخص موكل او من عن الشركة أو مجموعة شركات في بيع وإنتاج عقود التأمين، وعادة يكون في شكل شخص اعتباري اللي هي الشركة وليس طبيعي، ويكون له حق في إصدار الوثائق وتسوية التعويضات في حدود إيه؟ معينة. يبقى هنا الوكيل العام هو بيبيع الوثائق، وهو ممكن يكون شخص اعتباري، وهنا بيعمل إيه؟ ليه الحق في إيه؟ في إصدار الوثائق وتسوية التعويضات في حدود إيه؟ معينة. ده الوكيل الإيه؟ العام. والوكيل العام هو إما أن يكون وكيلا عن الشركة في إنتاج جميع وثائق التأمين بجميع فروع التأمين التي تزاولها الشركة،
أو وكيل عن عدة شركات، فهذا يعني بيع أو إنتاج جميع الوثائق التي تنتمي تحت فرع من فروع الإيه؟ التأمين، اللي هو ده الوكيل الإيه؟ العام، اللي هو ليه الحق إن هو يصدر الوثيقة. تمام كده؟ طيب الوكيل الخاص بقى هو الذي يزاول نشاط الإنتاج أو البيع في مجال التأمين بجانب مزاولته أعمال أخرى، ولكن لا يحق له إصدار الوثائق أو تسوية التعويضات. يبقى هنا عرفنا الفرق بين اللي هو الوكيل العام والوكيل الخاص. الوكيل العام قلنا إن هو لازم يكون خاص تبع الشركة أو شركات أخرى، هو بيكون ببيع الوثائق، من حقه إن هو يصدر الوثائق وتسوية التعويضات، وإن هو يسوي التعويضات، ده الوكيل الإيه؟ العام. طب الوكيل الخاص، الوكيل الخاص ده بيكون بيشتغل في الأعمال اللي هو تسويق الوثائق بإضافة الأعمال الأخرى بتاعته. طب هل هو ينفع ان هو يصدر وثيقة؟ لا، ما ينفعش ان هو يصدر وثيقة او ان هو يعمل اللي هو تسوية التعويضات. امال مين اللي يقدر يصدر وثيقة ويسوي تعويضات؟ اللي هو الوكيل العام، مش الوكيل الايه؟ الخاص. يبقى احنا خدنا الوكيل العام، اخدنا الوكيل الخاص، هنيجي ناخد اللي هو الايه؟ السمسار او الوسيط. الوسيط ده ايه؟ الوسيط ان هو بيكون بين اللي هي شركة التأمين وبين العميل، هو وسيط ان هو بيبدأ ان يعرف شركة التأمين بالعميل او المؤمن له عشان يبدأ عملية البيع الوثيقة، لان احنا زي ما اتكلمنا او فني الانتاج، فني الانتاج ده خاص ببيع الوثائق، ان انا ببيع الوثيقة او ان انا بأهل المنتجين والسمسرة او الوسطاء لبيع الوثائق وازاي ان انا اسوق الوثيقة. يبقى هنا أول حاجة اللي هو خدنا الوكيل العام، وقلنا إن الوكيل العام هو بيصدر الوثيقة وإن هو بيعمل تسوية التعويضات، أما الوكيل الخاص هو ما يقدرش، لا يحق له إصدار الوثائق أو تسوية الإيه؟ التعويضات. طب هنيجي بعد كده اللي هو إيه؟ اللي هو الوسطاء أو السماسرة. هم الأفراد أو الشركات التي تعمل أو تزاول أنشطة الوساطة أو السمسرة بين البائع والمشتري في الأعمال التجارية عموما. البائع ده مين؟ اللي هو شركات التأمين، والمشتري اللي هو العميل بتاعنا أو المؤمن عليه أو المؤمن له عموما. وفي مجال بيع وإنتاج وثائق التأمين بصفة إيه؟ خاصة، ويحصل على أجر أو عمولة من البائع أو الشركة التي لا يحصل على أو شركة التأمين لا يحصل على أي مكافأة من جانب العميل عادة. يبقى هنا هو بياخد عمولة أو أجر من شركات التأمين اللي هو البائع، بس ما ياخدش مكافأة من العميل. النوع الرابع اللي هم المنتجين، يقصد بهم الأشخاص الطبيعيون الذين يعملون بقسم الإنتاج بشركات التأمين، والذين يقومون بالإنتاج وتسويق الوثائق الإيه؟ التأمينية، ويتقاضى المنتج ده مرتب شهري كمصروف بالإضافة إلى عمولة عن العمليات التي يقوم بها في ضوء الشروط التعاقد مع الشركة. يبقى احنا خدنا كام نوع أو خدنا كام صورة؟ قلنا إن هم أربعة، اللي هو الوكيل العام، الوكيل الخاص، والسماسرة أو الوسطاء والمنتجين. وقلنا إن الوكيل العام ده هو بيقدر إن هو يعمل إيه؟ إن هو يتقاضى أو يعمل أقساط، ليه الحق ان هو يصدر وثيقه وان هو يسوي الاقساط، اما الوكيل الخاص لا يحق له ان هو يصدر وثيقه او ان هو يسوي التعويضات، وان الشخص اللي هو الوكيل الخاص ده بيعمل مع اللي هو بيع المنتجات او بيع الوثائق بجانب عمله الاخر. عندنا اللي هو السماسرة والوسيط، هو بيكون وسيط بين البائع والمشتري، وهنا بياخد زي أجر أو مكافأة من البائع اللي هو شركات التأمين، بس ما ياخدش من المشتري اللي هو العميل. واتكلمنا عن المنتجين، وقلنا ان المنتجين دول هم اللي يكونوا شغالين في شركات التأمين في القسم الانتاج، هم بيبدأوا ينتجوا ويبيعوا الوثائق، هم بياخدوا الاجر بتاعهم وبياخدوا زائد عليهم العمولة او المكافأة نتيجة بيع الوثائق دي. تمام كده؟ يبقى احنا كده خدنا اربع صور من صور اللي احنا اتكلمنا عليهم. هنيجي بعد كده اللي هي ثانيا الخدمات اللازمة لجهاز الانتاج. لكي يقوم الجهاز الانتاجي بالاعمال والواجبات المطلوبة منه او التي يكلف بها، يجب ان تتوفر له عدة خدمات
من أهمها توفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لجهاز الإنتاج. زي إيه؟ زي إن أنا بوفر إدارة متخصصة لإصدار وثائق التأمين، إن أنا هوفر إدارة تتخصص في إصدار الوثائق التأمين. طب تاني حاجة إيه؟ إن أنا هوفر جهاز طبي للكشف على العملاء في حالة بيع وثائق تأمين الأشخاص التي تستلزم الكشف الطبي. أنا عندي هنا الوثائق الخاصة بتأمينات الأشخاص. احنا زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا تأمينات الممتلكات وتأمينات على الأشخاص، التأمينات على الأشخاص دي بتحتاج إلى كشف طبي، فهنا بيوفر لي هنا إدارة للكشف الطبي على التأمين على الأشخاص. طب حد يقول لي طب ما هنا الممتلكات ليها كشف طبي؟ لا، ملهاش كشف طبي، لأن الممتلكات دي لسه احنا بنقول في الحلقات اللي فاتت ان الكشف الطبي، ان الممتلكات دي على ايه؟ على تأمينات هندسية، على على الحريق، السطو، السرقه، دي ملهاش كشف طبي. امال ليه؟ مين اللي ليه كشف طبي؟ اللي هي التامينات الايه؟ الاشخاص. فهنا بنوفر اللي هي بتوفر ليا مكان او اداره للكشف الطبي اللي على الوثائق اللي هي الخاصه بالتامينات على الايه؟ على الاشخاص. طب هنشوف بعد كده ايه؟ متخصصين لمعاينه الاخطار، يبقى انا بوفر هنا متخصصين لمعاينه الاخطار. المزمع التأمين عليها في حالة بيع وثائق التأمينات الممتلكات سواء كانوا داخل الشركة أو من مكاتب المعاينة التي تعمل بصفة مستقرة وتقدم خدماتها لكل الشركات مقابل إيه؟ أجر. يبقى هنا لازم إن أنا أخصص لمعاينة الأخطار المزمع التأمين عليها في حالة بيع وثائق التأمين الإيه؟ الممتلكات الخاصة بالممتلكات. النقطة الرابعة اللي هو توافر إدارة خاصة بتسوية الخسائر وسداد التعويضات عند المطالبة بالتعويضات. إن أنا لما أجي أعمل أطالب بالتعويضات في تأمينات الممتلكات والمسؤولية للمحافظة على العملاء الحاليين، عشان أنا أقدر إن أنا أحافظ على العملاء الحاليين وتشجيع العملاء المترقبين للتعامل مع الإيه؟ مع الشركة. يبقى انا لازم ان انا اوفر اداره خاصه بتسويه الخسائر وسداد التعويضات، ان انا لازم ان انا اعوض الشخص اللي هو متامن عليه لو حصل اي خساره، لازم ان انا اعوضه. ليه؟ عشان اقدر ان انا احافظ على العملاء الحاليين واقدر ان انا اشجع العملاء ان هم يقدروا ان هم يتعاملوا مع الشركه. خامس حاجه اللي هي اداره خاصه للاستحقاقات والحسابات لتسهيل حصول جهاز الانتاج على مستحقاته بسرعة وفي ميعاده استحقاقه، وبالتالي توفير وقته وجهد للتركيز على عمليات البيع والإنتاج والاتصال بالإيه؟ بالعملاء. هنا سادس حاجة اللي هو جهاز خدمة العملاء. يبقى انا هنا بعمل لخدمه العملاء ان انا لازم يبقى فيه خدمه للعملاء، لو في عملاء محتاجين ان انا اقدر ان انا اتعامل معاهم لازم يبقى فيه قسم او اداره خاصه بخدمه العملاء، ان انا اقدر ان انا اتعامل معاهم لو في اي شكوى، في اي حاجه ان اقدر ان انا ايه اتواصل معاه. طبعا هنا زي ما احنا قلنا ولازم تكون في اداره للتعويضات، ان انا لازم ان انا حصل اي تعويض او اي خساره لازم شركه التامين تعوض اللي هو المؤمن له المؤمن عليه ده، لازم او العميل ان هي تامن له على طول او تعوضه على طول علشان تقدر ان هي تكسبه او تقدر ان هو يفضل مكمل معاه في وثائق التامين ويقدر ان هو يجدد في الوثيقه. هنشوف بعد كده النقطة اللي بعد كده أهمية الجهاز الإنتاجي. أهمية الجهاز الإنتاجي أول حاجة إن أنا لازم تعريف السوق اللي هم العملاء بالشركات وتاريخها ودورها في الاقتصاد المصري الإيه؟ العام. تاني حاجة المسؤول عن توفير الأموال السائرة بشكل مستمر وأن يحافظ على التدفق النقدي للشركة على مدار الإيه؟ العام. يبقى هنا لازم يبقى فيه مسؤول عن توفير الاموال السائله بشكل مستمر علشان ان انا احافظ على التدفق النقدي للايه للشركه. تالت حاجه ان انا بيعرف للعميل بمجموعه المنتجات داخل شركته ويعرض عليه بل يقوم باقناعه بالمنتجات المناسبه له بعد دراسه الحاله الماليه والاجتماعيه واحتياجات العميل من التغطيه اللازمه المناسبه ايه المناسبة له.
يبقى هنا لازم ان هو يعرف العميل ويعرف يقدر ان هو يدرس العميل ويقدر ان هو يشوف ايه اللي هي الاختصاصات بتاعته ويبدأ ان يخلي ان هو يقنع العميل ده بالوثائق الموجودة عنده. هو بس مش ايه مش العميل موجود وهو معاه وثيقه، في وثائق تانية، فهو بيحاول يشوف ايه احتياجات العميل او ايه متطلبات العميل وهل هي مناسبه لاحتياجاته ومتطلباته ولا لا. ولازم ان هو يقنعه، بيحاول ان هو يقنعه ان هو يشتري الايه، يشتري الوثيقه. طيب النقطه اللي بعد كده ان هو بيعتبر جهاز الانتاج هو الواجهه الرئيسيه للشركه، حيث ان العملاء بتقوم بعمليه الشراء بعد قناعتها بالشخص ثم الشركة. خامس حاجة، أحيانا يقوم بالتحصيل بجانب البيع، ويعمل الموظف خدمة عملاء، وكذلك موظف خدمة ما بعد البيع، وموظف العلاقات الإيه العامة. طب عناصر، هنا أنا عندي النقطة اللي بعد كده، عناصر نجاح الجهاز الإنتاجي. إيه هي العناصر نجاح الجهاز الإنتاجي؟ أول حاجة إعطاؤه عدد من الدورات التدريبية المناسبة لتأهيله ومعرفته بطبيعة وثائق التأمين التي تنتجها الشركة. يبقى أنا في البداية خالص لازم إن أنا أدرب أديله دورات تدريبية مناسبة عشان أأهله إن هو يعرف طبيعة الوثائق اللي الشركة بتنتجها. تاني حاجة إن أنا بوفر شروط خاصة بالسن والمقومات الشخصية. هنيجي نعرف ايه هي القواعد الأخلاقية وميثاق الشرف لمهنة الوساطة في التأمين. لازم يكون عنده النزاهة الشخصية، لازم عنده اللي هو الكفاءة المهنية ومقومات النجاح. تالت حاجة، جودة الخدمة واستشارة الخبراء، تقديم النصح والمشورة للعملاء، الحفاظ على سرية البيانات وحماية الممتلكات وحماية ممتلكات العملاء، قواعد إجراء المقابلات على العملاء على عملاء الخدمات ما بعد الايه البيع. عندي هنا هناخدها بالتفصيل، يعني ايه النزاهة الشخصية؟ تعني حسن السمعة في أداء المهنة والبعد عن كل الأفعال التي تنطوي عن الغش أو الخداع أو عدم الشفافية أو إخفاء الحقيقة أو عدم إرشاد العميل إلى التغطية المناسبة أو إدعاء المعرفة التخصصية في كل شيء أو عدم اللجوء إلى أصحاب الخبرة. يبقى هنا النزاهة الشخصية إن أنا بقدم الوثيقة دي بكون صادق مع العميل، بديله بيانات صحيحة. ما ينفعش إن أنا أروح أديله وثيقة هي مش مناسبة ليه وأقنعه إن هي مناسبة ليه، لأ، لازم ما تيجي كإن أنت تعرض الوثيقة أو إن أنت تسوق الوثيقة وتدي الوثيقة وتبيعها، لازم إن هنا إن أنت بتقنع العميل لو هي الوثيقة دي مناسبة ليه، مش حاجة مش مناسبة وأروح أقنعه بيها. إن أنا أديله بيانات مخالفة أو إن أنا أديله أي حاجة تكون بغشه فيها، لا، ده ما ينفعش. دي اللي هي النزاهة الشخصية. النزاهة الشخصية إن أنت تكون لازم تكون صادق مع العميل، تقدر إن أنت تتعامل معاه، تديله البيانات الصحيحة مش تديله بيانات خاطئة. يبقى هنا أول حاجة اللي هي النزاهة الإيه الشخصية. طب بعد كده بيدينا اللي هي الإيه الكفاءة المهنية والمقومات النجاح. إن الوثيقة والمنتج يجب أن يكون لديه قدرا من المعلومات المهنية الكافية والمتخصصة في مجال التغطية التأمينية اللي بيطلبها مين؟ العميل. يبقى لازم هنا الوثيقة أو المنتج إن هو يكون عنده قدر من المعلومات المهنية الكافية والمتخصصة في مجال التغطية الإيه التأمينية. النقطة اللي بعد كده، جودة الخدمة واستشارة الخبراء. إن جودة تقديم الخدمة التأمينية من جانب الوسطاء للعملاء تستلزم قيام الوثيق بأخذ رأي الخبراء. يعني أنا باخد رأي الخبراء أو زملاء المهنة في مجال التغطية التأمينية المتخصصة التي لا يمتلك الوسيط خبرة كافية عنها، أو توجيه العملاء إلى استشارة هؤلاء الخبراء المتخصصين حتى يصل الى التغطيه المناسبه، ان انا اوصل للتغطيه المناسبه دون تحمل ان انا ما بحملش العميل اعباء اضافيه. رابع حاجه، ان انا تقديم النصح والمشوره للعملاء. ان الوسيط الجيد هو الذي يقدم المشوره الكافيه وواضحه وبسيطه ومتضمنه كل الحقائق الخاصه بالتغطيه التامينيه المناسبه.
لاحتياجات العميل. يعني انا لازم هنا الوسيط ان هو يقدم المشوره وتكون واضحه وكافيه وبسيطه، وتكون بتضم التغطيه التامينيه المناسبه لاحتياجات الايه العميل. بعد دراسه هذه الاحتياجات ومعرفه حقيقه الاخطار اللي بتواجه هذا الايه هذا العميل. خامس حاجه، الحفاظ على سريه البيانات وحمايه ممتلكات الايه العملاء. ان الوسيط الجيد والكفء الذي يتمتع بالنزاهه، ان هو بيتمتع بالنزاهه وبيحافظ على ميثاق شرف المهنه، ان انا هحافظ على ميثاق الشرف الايه المهنه، ويجب ان يحافظ بشده على سريه البيانات. هنا الوسيط لازم ان هو يحفظ بشده سريه البيانات، وان هو بيتمكن من معرفتها من العملاء، خاصه فيما يتعلق بالممتلكات، الا اذا كان الافصاح عن ذريتها لمصلحه اختيار التغطيه المناسبه للعميل وبموافقه العميل نفسه قبل الافصاح عن هذه البيانات، على ان يكون ادق الحدود وحسب المطلوب ايه فقط. يبقى هنا الحفاظ على سريه الايه العميل، انت كمنتج او هنا الوسيط ده لازم يحافظ على سريه المعلومات او البيانات اللي بياخدها من العميل. العميل بيديك معلومات انت لازم تحافظ عليها، ما ينفعش ان انت تفشي سر من الاسرار الموجوده من الوسيط. بس في ادق الحدود ممكن ان انت تدي بيانات لو هي هتساعد في اختيار الوثيقه المناسبه ليه، غير كده لا، غير كده ما ينفعش ان انت تدي بيانات، ولازم العميل يكون عارف ان انت هتدي البيانات دي للشركه او للشخص التاني. يبقى هنا افشاء السر لازم حضرتك انت بتحافظ على اسرار العميل والبيانات الخاصه بالايه بالعميل. لو احنا هندي بيانات بس لازم ناخد موافقة، علشان هي هتساعد في اختيار الوثيقة، بس لازم ناخد موافقة من مين؟ من اللي هو العميل نفسه. هنشوف النقطة اللي بعد كده اللي هي قواعد إجراء المقابلات مع العملاء. أول حاجة عناصر الشخصية الجيدة وآداب الحوار والحديث. الاهتمام بالمظهر العام والملبس والنظافة الشخصية. تجنب قصة المزاح والخفة الدم والتهريج بدون مبرر. الابتعاد عن الإساءة للآخرين أو النقد الغير الموضوعي للزملاء أمام العميل. استئذان بالتدخين إذا كان الوسيط مدخن. إعطاء فرصة للعميل في الرد والمشاركة في الحديث. يبقى هنا في عناصر الشخصية الجيدة وإدارة الحوار. انت وانت رايح تقابل العميل لازم الوسيط ده يكون عنده مظهر عام مناسب، المظهر الشخصي بتاعه اللبس بتاعه كويس جدا. تاني حاجة ان هو ما يجي يتكلم مع العميل ان هو يسيبه ان هو يسمعه، يعني هنا انت بتقوله على الوثيقة او بتعرض الوثيقة وتخلي العميل يرد عليك، تسيب تديله وقت او تديله فترة ان هو يرد عليك، مش طول الوقت ان انت قاعد بتتكلم، مش طول الوقت ان اثناء المقابلة دي ان انت بتتكلم بس. لو انت مدخن وانت عاوز ان انت تدخن لازم ان العميل ده يكون مدخن وتستأذنه ان انت هتدخن. مثلا لو المقابلة دي كانت موجودة عندك في المكتب ما ينفعش ان انت العميل يكون متواجد وانت ترد على التليفون، لازم ان انت مخصص الوقت ده للعميل، او انت اثناء المقابلة في العميل في الشركة بتاعته او في مكتبه او في مكان عام ما ينفعش ان انت تسيبه وتقعد تتكلم في التليفون. ما ينفعش وانت في اثناء في مكتبك والعميل موجود ان انت تقعد تهرج وتهزر مع زملائك، او اثناء الحديث مع العميل ما ينفعش ان انت تقعد تهرج معاه او تضحك معاه، دي في الحدود الايه المحدوده او الايه الضيقه. ما ينفعش ان انت طول الوقت قاعد بتمزح، طول الوقت قاعد بتضحك وسايب الموضوع ومش بتتكلم على الوثيقه. دي من الاداب اللي هي الحوار لاثناء المقابله مع العميل. بعد كده النقطه اللي بعد كده المقابلات مع العميل، لازم هنا تحديد موعد للمقابله، احترام هذا الموعد، التحضير الجيد للموضوعات اللي سوف يتم الحديث بشانها، لازم ان انت تحضر الموضوع اللي انت هتتحدث فيه،
التعرف على ظروف العميل الاقتصادية والاجتماعية حتى يمكن تقديم العروض المناسبة من التغطية التأمينية. الإلمام التام بمنتجات التأمين المنافسة وتقديم أفضل العروض. يبقى هنا في المقابلات مع العميل ان انت لازم ان انت بتحدد موعد للمقابلة، لازم ان انت تحترم الموعد ده، لازم ان انت التحضير الجيد للموضوع، لازم تعرف ظروف العميل الاقتصادية والاجتماعية عشان تقدر ان انت تقدم له العروض المناسبة للتغطية التأمينية، وان هنا الإلمام بالمنتجات التأمينية المنافسة عشان تقدر تقدم أفضل العروض. مكان المقابلة، إذا كان المقابلة في مكان عمل العميل أو محل إقامته، تجنب الحديث في وجود ضيوف العميل. أثناء المقابلة مع العميل قدم نفسك كوسيط أو سمسار أو كمنتج بكل ثقة واعتزاز وفخر بمهنتك وبالشركة وبالشركة التي تعمل لحسابها. شرحا للعميل دور هذه الشركة وحجمها في السوق ومزاياها التنافسية. اعرض نشرات ومطبوعات مختصرة عن أنواع التغطية المناسبة للعميل. اعرض أسماء بعض العملاء الكبار الذين يتعاملون مع الشركة. يبقى هنا مكان المقابلة، لو المكان المقابلة العميل في المكان نفسه أو في شركته أو في منزله، لازم إن أنت تراعي بعض النقاط اللي أنت تهتم بيها أثناء المقابلة. أول حاجة إن أنت لازم تهتم بالموعد بتاعك، تروح في الموعد المناسب. لو انت لقيت في المكتب العميل في ضيوف عنده، ما ينفعش ان انت تتكلم اثناء حضور الضيوف الا لو هو اذنك ان انت تتكلم اثناء الضيوف وهم متواجدين. لازم ان انت قبل وانت رايح المقابلة لازم تكون محضر الكلام اللي انت هتقوله، ولازم ان انت تكون معاك زي بروشور كده بيبقى معاك تقدمه للانشطه الموجوده في الشركه وايه الوثائق الموجوده اللي انت بتقدمها. وممكن ان انت اثناء المقابله دي ان انت تعرض اسماء اللي هم العملاء الكبار اللي عندك موجودين عندك في الشركه، ممكن ان انت تعرض اساميهم. ليه؟ علشان هو يشوف ان الشركة دي في ناس او في اللي هم رجال او الكبار في موجودين عندك في الشركة مأمنين في او واخدين او مشترين وثائق التأمين. دي بتثبت ان الشركة دي شغالة وان في اقبال من المواطنين او من العملاء ان هم بيشتروا وثائق التأمين عندك. دي أثناء اللي هي في المكتب عند العميل أو في منزله. طب لو هو عندك أنت في المكتب عندك، لازم إن أنت تحترم موعده بالظبط، ولازم تكون مستنيه في الموعد المحدد. لو عندك في زملاء موجودين، حاول إن أنت ما تتحدثش مع زملائك في المكتب. لو مثلا جالك تليفون طبعا ما تردش على التليفون، حاول ان انت تكون بقدر الامكان متواجد مع العميل، وتقدر ان انت تبدأ تديله كل المعلومات وتسمح له ان هو لازم يرد عليك على الاستفسارات او على الحاجات اللي انت قدمتها له. هنشوف بعد كده اهو مكان المقابلة، اذا كانت المقابلة في مكتب الوسيط او في شركة التأمين، يجب أن تجيد سكرتيرة المكتب استقبال العملاء حديثا ومظهرا. لازم ان هي تستقبل، يبقى عندك سكرتيرة بتستقبل العملاء وتكون مظهرها كويس. أن يكون مكتبك نظيفا ومنسقا ومرتبا. ألا تشغل نفسك بأحاديث جانبية أو تليفون أثناء مقابلة العميل. أن تعطيه بعض النشرات الخاصة بالشركة. تقديم بعض المشروبات وإظهار كرم الضيافة. الحرص على الجلوس أمام العميل أو بجاوره بعيدا عن الجلوس عن مكتبك الأساسي، يعني أنت ما تقعدش على المكتب بتاعك الأساسي، ممكن أن أنت تقعد جنبه أو تقعد قصاده، بس أن أنت ما تشعرهوش أن هو أن العميل ده أن أنت الرئيس أو كده، لا أنت لازم أن أنت تشعر العميل بالاهتمام والتقرب إليه. سبع حاجة اللي هي خدمات ما بعد البيع. لكي يحافظ الوسيط على عملائه وضمان استمراريتهم في التعامل معهم، يجب مراعاة ايه؟ اول حاجة اللي هي
المجاملات في المناسبات السعيدة، دي خدمات ما بعد البيع، إن أنا أجاملهم في المناسبات السعيدة. تجنب كثرة التردد على العميل بدون مناسبة ولا تنقطع عنه نهائيا. إن أنا هجامله في المناسبات السعيدة، بس مش كل شوية إن أنا تلاقيني بتردد على العميل بدون مناسبة، لا، ولا إن أنا أنقطع عنه خالص نهائيا، لا. هيكون إيه زي ما قلنا في النقطة الأولانية، إن أنا هيبقى فيه مجاملات في المناسبات الإيه السعيدة. عدم التدخل مع العميل في معاملات مادية خاصة بالتجارة أو الاقتراض لتجنب الخلافات مع والمحافظة عليه. يبقى أنا هنا أتجنب أو عدم تدخل مع العميل، إن أنت تتدخل مع العميل في المعاملات الإيه المادية، إن أنا أدخل معاه في تجارة أو اقتراض أو أي خلاف من ذلك. ليه؟ علشان أنا أحافظ عليه وإن أنا ميبقاش فيه خلافات بيننا. مراعاة الأمانة والصدق والشفافية في التعامل مع العميل أثناء عمل التغطية الإيه التأمينية. عدم تقديم خدمات تأمينية خاصة بالشركات المنافسة للشركة التي تعمل لحسابها بسبب تخفيض التكلفة أو تسهيلات في السداد. يعني أنا ما ينفعش إن أنا أقدم خدمات تأمينية خاصة بالشركات الإيه المنافسة للشركة، ما ينفعش إن أنا شغالة في شركة ما أروحش أشتغل في شركة تانية أو أقدم خدمات تأمينية خاصة بالإيه بالشركة الإيه المنافسة. المحافظة دائما على الولاء للشركة أو الشركات التي تعمل لحسابها. عند الاستلام الأقساط من العملاء يجب سدادها للشركة فورا وتقديم الإيصالات الدالة على السداد الإيه للعميل. يبقى هنا لازم إن أنا أحافظ على الولاء للشركة أو الشركات اللي أنا بعمل لحسابها. تاني حاجة إن أنا لازم إن أنا عند الاستلام الأقساط من العملاء لازم إن أنا أسدد للشركة أو يجب سدادها للشركة فورا، ولازم إن أنا أقدم إيصال دالة على السداد للإيه للعميل. هنا في خدمات ما بعد البيع إن أنا عرض كل جديد من التغطيات التأمينية المناسبة للعميل مع إشعاره بأنك تريد تقديم أفضل خدمة تأمينية. لازم إن أنا أشعره أو أخليه يكون واثق إن أنت بتقدم له أفضل خدمة تأمينية في ضوء ما يحدث لديه من تغيرات اقتصادية وإيه أو اجتماعية. لازم إن أنت استئذان العميل في التعرف على أصدقائه أو زملائه في المهنة لتقديم خدمة تأمينية لهم. لازم لو انت عاوز ان انت تاخد تتعرف على اصدقائه او زملائه في المهنه لازم ان انت تستأذن العميل. يبقى هنا لو احنا فاكرين احنا خدنا في الوحده الاولى اللي هي اهميه المنتجين، واتكلمنا على الوكيل العام والوكيل الخاص والوسيط والمنتجين، وقلنا ان الوكيل العام هو بيكون في الشركه ويكون خاص الشغل خاص ان هو يبيع الوثائق، وان هو من حقه ان هو يصدر الوثيقه ويسوي التعويضات. اما الوكيل الخاص قلنا ان هو لا يحق له اللي هو تسويه التعويضات او اصدار الوثائق. وقلنا ان الوثيق ثالث حاجه ان الوثيق اتكلمنا عنه ان هو بيكون وسيط بين البائع والمشتري، وهنا بياخد اللي هو مكافاه او اجر من البائع اللي هي شركه التامين، ولا يحق له ان هو ياخدها من المشتري اللي هو العميل. واتكلمنا عن المنتجين وقلنا ان المنتجين دول موجودين في اللي هي شركات التامين وبياخدوا الاجر زائد مكافاه او عموله على الوثائق اللي هو بيبيعوه. واتكلمنا عن القائمين بالانتاج وقلنا ان هم موجودين في الجهاز الانتاجي بالدوله ولازم بالانتاج التاميني ولازم يكونوا مسجلين في سجل الوسطاء او المنتجين او الوسطاء. واتكلمنا عن ان لازم يكون العميل او الوسيط ده عنده نزاهه وان هو يكون صادق مع العميل وان هو يكون بيحفظ اسرار العميل وما ينفعش ان هو يفشي سره او البيانات الخاصه بالعميل. واتكلمنا عن ان هنا المقابلة العميل ممكن ان انت تقابله في المكتب او في اللي هو مكتبه هو، ولازم ان انت تكون على مظهر مناسب وبتحافظ على سمعة الشركة، وما بتيجي تتكلم عن الشركة لازم ان انت تتكلم عنها ان انت دي الشركة بتاعتك وان انت فخور ان انت شغال في الشركة دي كوصيف.
وتبدأ ان انت بتعرض الايه الوثائق عشان تقدر ان انت تبيع الوثائق. واتكلمنا ان انت لو انت عاوز تتعرف على الزملاء او اصدقاء العميل لازم ان انت تاخد تستأذنه الاول علشان تبدأ ان انت تتعرف عليهم عشان تبدأ ان انت تعرض الوثائق عليهم. هناخد بعد كده الوحدة التانية اللي هي التشريعات والقواعد المنظمة لعمل المنتجين. ولو احنا شفنا على الشاشة اول حاجة اللي هي التشريعات هنا بصدور القانون رقم 118 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والصادر بقانون رقم 10 سنة 1981. يعني هنا القانون بتاعي كان سنة 1981، هنا بدأ إن هم يعدلوه سنة 2008، والذي أورده في المادة رقم 7 قيام الهيئة بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون نشاط التأمين وإعادة التأمين وفق الأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملائمة المالية. هنيجي في إجراءات وشروط تسجيل الوسطاء وتنظيم عملهم في المادة رقم 71 حتى 74. هل في إجراءات وشروط إن أنا أقدر إن أنا أسجل الوسطاء في سجل الوسطاء؟ طبعا لازم يبقى في إجراءات وشروط، لأن طبعا مش أي حد إن هو يسجل كوسيط. هنا أول حاجة يعني إيه المقصود بالوسيط في التأمين؟ هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين. إن هو قلنا إن الوسيط ده لازم يكون بين البائع والإيه والمشتري. تاني حاجة، يعتبر العاملون بالجهاز الإنتاجي بشركات التأمين أو إعادة التأمين القائمين من وسطاء التأمين. تلاتة، تنظيم اللائحة التنفيذية للقانون وأوضاع وشروط مزاولة الوسطاء لأعماله. أربعة، لا يجوز للوسطاء أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسمائهم مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة. خمسة، بيسر القيد في سجل وسطاء التأمين لمدة 3 سنوات قابل للتجديد. يعني أنا ممكن كوسيط إن أنا أسجل في سجل الوسطاء وأقعد 3 سنين وبعد كده إن أنا أقبل إن أنا أجدد تاني. ستة، بيؤدي طالب القيد أو التجديد في سجل الوسطاء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. يبقى في قيد أو في فلوس بتدفع عشان إن أنا أجدد في سجل الوسطاء. هنا سبعة، بتوافر شروط القيد أو التجديد للأشخاص التبعيين في سجل الوسطاء إلى جانب اجتياز إحدى الدورات التدريبية. يبقى هنا لازم ان انا في توافر شروط القيد والتجديد للاشخاص التابعين ان هم لازم ايه عشان يسجلوا في الوسطاء الى جانب ان هم لازم يجتازوا الدورات التدريبيه. يشترط لقيد او تجديد قيد الاشخاص الاعتباريه في سجل الوسطاء ان يكون الشخص هيئه شركه مساهمه مصريه. يعني لو هو الشخص الاعتباري ده اللي هي شركه لازم تكون الشركه دي شركه مساهمه مصريه. يتم القيد والتجديد والشطب للوسطاء بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين. احنا عندنا هيئة اسمها هيئة الرقابة على التأمين، الهيئة دي هي المسؤولة عن القيد والتجديد والشطب للوسطاء. هنا عشر حاجة، اللي هي على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد وثيقة التأمين مسؤولية مهنية. يبقى هنا عند طلب القيد او التجديد لازم يقدم قيده بالسجل عند التجديد وثيقه اسمها وثيقه وثيقه تامين مسؤوليه مهنيه. هنا لازم من الاجراءات دي ان هو يباشر الوسطاء اعمالهم وفقا للشروط والاوضاع اللي بتحددها اللائحه التنفيذيه. هنا بتحدد اللائحه التنفيذيه اوضاع تسويق منتجات التامين عن طريق البنوك. هنا النقطة اللي بعد كده ان هو يحظر على وسطاء التأمين، ان انا بحظر وسطاء التأمين العمل في مجال اعمال المعاينة وتقدير الاضرار او الخبرة الاكتوارية. هناخد بقى نيجي بعد كده النقطة اللي بعد كده اللي هي القواعد المنظمة لعمل الوسطاء والمنتجين. اول حاجة
الأحكام العامة. هنا وسيط التأمين هو شخص طبيعي أو اعتباري يتقاضى مرتب أو مكافأة أو عمولة. يبقى هنا من الأحكام العامة إن هو عندي يا إما يكون شخص طبيعي، شخص طبيعي عادي، يا إما شخص اعتباري. واتكلمنا عن الشخص الاعتباري ده إن هو لازم يكون شركة مصرية، وهنا بيكون يا إما بياخد بيتقاضى مرتب أو مكافأة أو عمولة. تاني حاجة، يجب أن يكون الوسيط مقيدا بالسجل المعد لذلك. يبقى من الأحكام دي إن هو الوسيط التأمين هو شخص طبيعي أو اعتباري، ولازم ان هو بيتقاضى مرتب او مكافأة او عمولة. تاني حاجة، ان هو يجب على الوسيط ان هو لازم يكون مقيد بالسجل المعد لذلك. لازم هنا يلتزم الوسيط بان يمارس نشاطه وفق للقواعد والاحكام المنظمة لسوق التأمين في ايه، في مصر. من الاحكام العامة برضك ان هو يحظر على الوسطاء القيام باي اعمال تتعارض في المصالح. ما ينفعش ان هو ان احنا بنحذر ان احنا بنحذر الوسيط ان هو يقوم باعمال تتعارض بالايه، تتعارض في المصالح. طب تعالوا نشوف هنا التزامات الوسيط اتجاه شركات الايه، التامين. اول حاجه، المحافظه على اسم وسمعه شركه التامين سواء كان يعمل لحسابها ام لا. يبقى انت لازم كوسيط ان انت بتحافظ على اسم وسمعة الشركة حتى لو انت بتعمل لحسابها او لا، او لشركة تانية. المحافظة على العهد والمستندات والاموال التي تخص الشركة التي يعمل لحسابها. يبقى انت لازم ان انت تحافظ على العهد والمستندات والاموال. لازم ان انت تتحقق من صحة وحقيقة المطالبات الخاصة بالعملاء وسلامة المستندات والمرفقات. يبقى هنا ايه هي التزاماتك قدام شركة التأمين؟ لازم ان انت تحافظ على سمعة الشركة. تاني حاجة، ان انت لازم ان انت تحافظ على العهد والمستندات اللي هي خاصة بالشركة. يبقى هنا لازم ان انت بتحافظ على سمعة الشركة، وان انت بتتكلم عن سمعة الشركة حتى لو انت مش شغال فيها، بس انت لازم كوسيط ان انت بتتكلم عن الشركة وسمعتها. تاني حاجة، وتحافظ على السمعة. تاني حاجة، ان انت لازم تحافظ على المستندات والاموال الخاصة بالشركة. تالت حاجة، ان انت لازم ان انت اي مطالبات او اي مستندات انت تاخدها لازم تتحقق من صحتها. مش لازم مش تاخدها وخلاص وتقول ايه طب انا ماليش دعوة وهي الشركة هي اللي تتحقق منها. لا، انت لازم ان انت تتحقق من صحة المستندات اللي انت بتقدمها لشركة الايه، التأمين. طيب بعد كده هنشوف اهو الالتزامات الوسيط اتجاه العملاء. احنا خدنا التزامات الايه، الوسيط اتجاه شركة التأمين، دلوقتي اتجاه الايه، العملاء. ان انا بقدم الخدمة التأمينية المناسبة للعميل، هعمل ارشاد للعميل الى التغطية، ان انا هرشد العميل الى التغطية التأمينية التي تلائم احتياجاته وامكاناته. لازم ان انا العميل دي بقول له ايه الحاجه المناسبه ليه لاحتياجاته وامكانياته. يشرح للعميل تفصيليا كيفيه الاجابه على الاسئله التي يتضمنها طلب التامين دون التاثير عليه. يعني ما باثرش عليه، انا بشرح له طلب التامين الاسئله الموجوده فيه وازاي ان هو يملاها، بس من غير ان انا اثر عليه. يحظر عليه اجراء اي شطب. يعني انا بحذر الوسيط ان هو يعمل اي اجراء شطب او تعديل في اي بيانات في طلب التأمين. على الوسيط اطلاع العميل على النقاط الاساسية للوثيقة. يجب على الوثيق ان يذكر العميل بكتابة اسماء الشركات المكتتبة في حالة الاكتتاب لدى اكثر من ايه، من شركة. تسليم العميل إيصال معتمد من الشركة بجميع المبالغ اللي هو تسلمها. ما ينفعش ان انت كوسيط ان انت تاخد مبلغ من غير ما تديله إيصال بيدل ان انت استلمت منه المبالغ دي. المحافظة على الأوراق والمستندات المسلمة له من العميل وسرية المعلومات. لازم قلنا ان سرية المعلومات ان انا بعمل سرية معلومات والبيانات للعميل. تنبيه العميل كتابة بموعد تجديد الوثيقة وكتابة القسط وآخر موعد للإيه، للسداد. لازم إن أنا لو الوثيقة قربت تنتهي أو موعد التجديد قرب ينتهي، لازم إن أنا أنبه العميل بالموعد
التجديد وقيمة القسط واخر موعد للايه للسداد. لازم هنا ان انا انبه العميل الى ضرورة ذكر البيانات الحقيقية الخاصة بموضوع التأمين في حالة تحقق الخطر اللي هو موضوع المؤمن ايه عنه. توجه العميل الى الاستعانة باستشاري متخصص، يعني لازم توجه العميل ان هو يستعين باستشارة متخصص او بمستشار متخصص اذا كان الاستفسارات تتجاوز معلومات الايه الوسيط. لو انت مش قادر يعني المعلومات اللي انت عندك دي تتجاوز المعلومات اللي عندك، ممكن ان انت توجهه ان هو يستعين ان هو يستشير بمتخصص يساله على الجزئيات اللي ايه اللي هي ان انت مش قادر ترد عليه. يبقى احنا خدنا اللي هي التزامات الوسيط امام شركة التأمين، واتكلمنا عن التزامات الوسيط امام العملاء، هناخد التزامات الوسيط اعادة التأمين. اول حاجة معاينة الشركة في اختيار معيد التأمين من ذو المراكز المالية القوية. لازم ان انا اعمل معاينة الشركة في اختيار المعيد للتأمين. يوضح للشركة أسماء جميع معيدي التأمين الذين اكتتبوا في الخطر. لازم إن أنا أبقى إبلاغ معيد التأمين اللي هو بإعادة التأمين بأي أخطار أو خسائر جسيمة متوقعة يمكن أن تؤثر على إيه التزاماته. تحويل الأقساط التي يحصلها إلى معيدي الإيه التأمين. يتولى تحصيل التعويضات من معيد التأمين عند تحقق الخطر اللي هو المؤمن ايه ضده. خامس حاجة اللي هي التحقيق مع وسطاء التأمين والجزاءات التأديبية. هل في تحقيق لوسطاء التأمين اللي هو الوسيط وهل في جزاءات تأديبية؟ اول حاجة ان يتم التحقيق مع الوسيط بمعرفة مين الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين. تاني حاجة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسيط هي الإنذار أو إيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز عام أو الشطب من السجل. يبقى هنا الجزاءات التأديبية يا إما بيكون إيه يا إما فصل يا إما إن أنا إنذار أو إيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز إيه سنة، يا اما ان انا اشطبه من السجل اللي هو السجل الايه الوسطاء. هناخد اللي هي ارشادات القيد او التجديد بسجل وسطاء التأمين. اول حاجة اللي هو اجتياز الدورة التدريبية، لازم ان هو يجتاز الدورة التدريبية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك الاختبار اللي بتعقده الهيئة. تاني حاجة التقدم بكافة الأوراق اللازمة للقيد أو التجديد إلى الإدارة المختصة بالهيئة. من أهم هذه المستندات إيه المستندات اللي أنا عاوزاها؟ اللي هي مستندات القيد، مستندات تجديد المنتجين، المستندات المطلوبة لتجديد الوسيط الحر. طبعا هنا كده المفروض إن احنا نموذج القيد والتجديد اللي هي اول حاجه نموذج طلب قيد مصري بسجل وسطاء التامين او اعاده التامين، نموذج طلب اعاده قيد مصري بسجل وسطاء التامين او اعاده التامين، نموذج طلب قيد وسطاء وسيط بسجل وسطاء التامين اعاده التامين لغير مصريين، وطلب تجديد قيد وسيط بسجل وسطاء التامين او اعاده التامين لغير مصريين. وللاسف حلقتنا انتهت. في الحلقة القادمة إن شاء الله هنكمل مع بعض القيد والسجل وإيه السجلات أو إيه المستندات المطلوبة من الوسيط. أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.